انطلق مؤتمر القمة الشبابية العربية وسط حضور كبير من مختلف الدول العربية. بما أن هذه القمة هي القمة الأولى ونواة لقمم قادمة بإذن الله تعالى، فأعتقد الأهداف التي ذكرتها لتمكين الشباب وتأهيل الشباب في مجال الإنتاج الإعلامي والمجال الفني بكافة أنواعه، طبعا قمة نزعم أنها ستكون ناجحة بإذن الله تعالى، والمملكة العربية السعودية حريص على دعم مثل هذه القمم ومثل هذه التجمعات للشباب العربي. المصدر النابض عندنا هو الشباب، فمن وجود المصدر النابض هو الشباب، فاحنا بنشارك الشباب ان يفهم يعني ايه الكوب، يعني ايه التغيرات المناخيه، يعني ايه تاثيرها، يعني ايه استضافه مصر الحدث زي ده، فبحيث ان هو يكون فاعل وعنده ثقافه واعيه عشان لما يتواصل او يتصل او يبقى هي الدوله المستضيفه يبقى عندنا ثقافه عامه وعلى الاقل ابراز الوعي المجتمعي عن هذه القضيه. احنا اليوم هنا نساهم ونحضر قمة عربية متكاملة من كافة أقطار العالم العربي، وإحنا سعيدين جدا نكون مشاركين فيها. جايين نقول إن إحنا عايزين ننمي الوعي الإيجابي لدى الشباب، بنقول لهم عليكم مسؤوليات كبيرة جدا، وزي الست الرئيس ما أكد يجب أن نكون فاعلين في الثورة الصناعية الرابعة، لم نشارك في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، نشارك في الرابعة. النقطة الثانية، بروز نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، برضو مصر مع الدول العربية نريد أن نكون فاعلين في هذا التشكيل الجديد للنظام العالمي الجديد. قمة شبابية الهدف منها تبادل الآراء بين الشباب، وأهم محاور النقاش استضافة مصر قمة المناخ. وليد العنتبلي، القاهرة.